أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من طبيب اليوم. الجمال هو الهدف اللي بتسعى وراءه كل أنثى والله وكل رجل وكل مراهق وكل مراهقة. أصبح دلوقتي أقرب من أي وقت مضى. ليه؟ لأنه الأساليب المتبعة في التخلص من التجاعيد ومشاكل البشرة المتنوعة بقت متطورة جدا، وكل يوم وكل ساعة بقى فيه طفرة. أصبحت المرأة قادرة على إنها تحصل على ما تريد إذا طبعاً لجأت إلى المتخصصين وأصحاب الخبرة الصح في هذا المجال. الجمال هو الهدف اللي كل إنسان بيحاول يحافظ عليه مهما يطول العمر بيه. وإحنا بنقول لهم معانا دايماً في برنامجنا طبيب اليوم، هنقدم ليكم أحدث التطورات والأساليب المتبعة في حل مشاكل البشرة المتنوعة مع أفضل المتخصصين في مجال الطب. ومشرفانا النهاردة الدكتورة منى سبع، استشاري الجلدية والتجميل، عضو الأكاديمية الأمريكية والأوروبية للتجميل، عضو الجمعية المصرية للأمراض الجلدية. محاورنا هي: ما هو تعريف نضارة البشرة؟ وما هو السن اللي بيبدأ علاج نضارة البشرة؟ أهلا يا دكتور. أهلا. نورانا. دلوقتي الناس اختلف فكرها عن قبل كده، وكل يوم فكرهم بيختلف مع التطور التكنولوجي، وبالذات التجميل بقى فيه ثورة مش طبيعية زي ثورة المعلومات كده فعلا. وكل يوم بقى فيه مؤتمرات وبقى فيه جديد، وبعدين بتاخدوا أساليب تاني يوم فجأة بتلاقوها اتلغت، وبقى فيه أساليب أحدث، وبقى فيه مواد أكثر أمانا. دلوقتي أنا لما أجي لحضرتك العيادة أنا عايزة أخلص، أنا عايزة حاجات سريعة، عايزة مفيش عندي وقت، مفيش عندي وقت إن أنا أستنى وأعمل عملية تاخد أقعد في البيت كام يوم، أنا بشتغل عايزة بسرعة أنزل أروح شغلي أركب عربيتي. قولي لي، كلميني شوية عن هذا الفكر. هو طبعا الفكر ده بقى في العالم كله، لان رتم الحياه بقى سريع جدا. كلنا عندنا مشاغل وعندنا شغل، ما عندناش حاجه اسمها داون تايم، يعني ما فيش وقت اقعده في البيت. فابتدى الليزر يتراجع جدا، الفراكشنال ليزر اللي كنا بنقول دي ثوره كبيره قوي ابتدت تتراجع، لان هيبقى في قشره على الوش وهيبقى في اثار، هتقعد اسبوع ما تعرضش للشمس. ده الفراكشنال ليزر ده كان وصل صورة. لوقت اللي هو يعني طبعًا. السرعه الكبيره يعني. طبعا ابتدت ناس كتير تقول لك اوكي طبعا الليزر بيدي نتائج رهيبه، بس انا ما عنديش وقت يا دكتور ان انا اقعد في البيت ولا اخد اجازه، انا بشتغل ستات ورجاله طلبه كل الكلام ده. ابتدت ايرا جديده في العالم كله، بالذات في امريكا، بيتكلموا عن البي ار بي والبلازما، ان انا بحقن بلازما غنيه بصفائح دمويه بتجيب نتائج كويسه جدا. في حاجه كمان احدث، اليابان طبعا هي كانت الليدر فيها، اللي هي الجروس فاكتور او عوامل النمو. ان انا بحقن مواد طبيعيه جدا ما فيش منها اي مشكله، ده في اليابان. في اليابان وحاجه جديده كمان. ده الجديد بقى، اجدد من اجدد حاجه. احنا جايين هنا علشان دايما نتكلم في الاحدث، طبعا نجيب للناس من الاخر زي طبعًا. ما بيقول بس طيب. الناس كان عندها مفهوم خاطئ ان ممكن يحقن حاجه تطلع لي حاجه، يعني مثلا لو واحد صباعه مقطوع يحقن الكلام ده. طبعا سمعته من عيانين الكلام ده كله غلط. انا بحقن المنطقه اللي فيها مشكله، شعر بيقع بحقنه، بحفز بصيلات الشعر اللي موجوده ان هي تتكون. لو واحد اصلع ما ينفعش، لازم يزرع شعر علشان يستفيد، وبعد كده يبقى يحقن الجروس فاكتور دي. فالجروس فاكتور دي ثوره رائعه، في منها ماسك من غير حقن ممكن تحط على وشها البيشنت او البنت او السيده او الرجل، بيدي نتيجه حلوه قوي قبل الميك اب بعد البي ار بي. فدي ثوره كبيره قوي في عمليه التجميل. ده جميل. شوفي بقى يا دكتور، احنا هنستفيد من وجودك معانا وفي انك مطلع على احدث الثورات التجميليه علشان نفيد الناس ويتابعونا باهتمام، لان ده اصبح شيء دلوقتي مهم جدا بالنسبه طبعا. للكبار والصغار وكله كله لكل الناس، يعني حتى البنات الصغيرين اللي بشرتهم المفروض انها نادره جدا بدات عوامل التلوث والبيئه والريتم بتاعنا وحياتنا وضغوطنا تاثر عليهم وبيبانوا حتى اكبر من عمرهم طبعا. خلينا نقول بقى دلوقتي وصل لحضرتك حد وبيقول لك انا عندي في حاجه مضايقاني، انا وشي مضايقني، عندي دهون، عندي بثور، عندي حبوب،
انت بتعملي فحص الاول للبشره وبتدي رايك ولا بتخلي المريض هو اللي يبتدي يقول لك ايه؟ حلو قوي سؤالك ده يا نانسي. لا في ناس مثلا بتكلمني على الانترنت او تكلمني في التليفون، دكتور انا عايز اعمل نضاره لبشرتي هتاخد كام جلسه؟ انا ما شفتوش سماعه دكتور الجلد والتجميل هي عينه، انت غيرك غير التانية، انت ممكن هتحتاجي طريقة، التانية هتحتاج طريقة تانية. فلازم اعمل اكزامينيشن كويس قوي، اكشف عليكي، اعرف الهيستوري بتاعك كله، التاريخ المرضي، كل حاجة عندك، ايفن العيلة، لان حب الشباب ده وراثة بيختلف في العلاج، لو هو وراثة بيختلف عن حب الشباب العادي. الوقت اللي بيطلع فيه الحبوب، في بنات بيطلع لها الحبوب ايام الدورة، وفي بنات كونتينيوس على طول، في بنات في جسمها كله، في بنات بعد ازالة الشعر، فده كله يا جماعة بيختلف. ارجوكم لازم الدكتور يفحصك الاول كويس وتحددوا سكيم او السكادول اللي هتمشي عليه. تمام. وعايزه اقول حاجه تانية، بعد ما نتعالج انا مش معنى كده ان انا كان عندي مرض وخفيت، انا لازم اغير سيستم حياتي. ازاي؟ هستخدم غسول، الكريم النهار، كريم الليل، الكلام ده كله مهم جدا. في ناس بتقول لك لا كريم نهار ولا كريم ليل، احنا بقى في فيلينج وبوتوكس دلوقتي غلط. وبقى في بي ار بي وبقى في اهو غلط يعني. طبعا فده مهم ان احنا انا نيفر نيفر اعمل بوتوكس لواحده اقل من 30 سنه. ليه؟ في كتير بيجوا يقولوا لي دكتور انا عايزه اعمل لا يعني انت تهتمي الاول، نبتدي بالكريمز، نبتدي بالعوامل الطبيعيه، نبتدي بحاجات بسيطه، عندي حبوب بعالجها، عندي اثار ممكن اعالجها في الجروس فاكتور دي، في الليزر لو عندنا وقت، بعد كده نبتدي لتطورات ثانيه. ليه اوصل للمرحله دي؟ دلوقتي الاتجاه في العالم كله ان انا اوصل للجمال وان يبقى سني اصغر من سني اللي باين عليا، اصغر من سني ب 10 و20 سنه من غير ما انفخ، من غير ما يبقى عندي حواجب مشدوده ووش مشدود جدا وشكل فيك. طبعا ده بيضايق الناس كلها. الجمال الطبيعي، بس الشكل الطبيعي الفيك ده كان في وقت من الاوقات هو بقى الناس بتقول عليه واو ده غلط. ايه ده؟ احنا إيه في مؤتمرات التجميل في باريس، ده غلط. ده دكتور غلط ليعمل للعيانه الشكل ده. الناس اللي بتشوف حد كمان وتيجي تقول يا دكتور انا عايزه ابقى الممثله دي، ده كومن منتشر جدا. ده ما احنا دولنا بقى نوعي الناس. انت ممكن تبقي احلى منها على فكره، ممكن تبقي احلى منها، ما حدش بيبقى شكل حد. تمام. ممكن تظبطي، وبالعكس الدكتور دلوقتي بيقول لك انت هتستخدمي ايه كمان لشعرك، هتستخدمي ايه لجسمك، ايه الميك اب اللي يناسبك بعد ما عملتي كل الحاجات دي. الميك اب اللي يناسبك كمان؟ طبعا. يعني للدرجه دي؟ لان في انواع حديث في تفاصيل جدا. دلوقتي الناس اتجهت لكده وبقت بتعرف، البنات الصغيره بقت تسالني في ميك اب اويل فري خالي من الدهون، انت عالجتي بشرتك بقت زي الفل، ما ينفعش تحطي ميك اب فيه اويل، لكن انت لو بشرتك جافه هتحطي ميك اب فيه اويل. فالحاجات دي كلها بتساعدنا قوي ان العينه تفضل بعد ما عالجها تفضل محتفظه بجمالها. هو ده الصح. طيب يبقى احنا بناكد برضو على انه احدث حاجه دلوقتي في المؤتمرات الطبيه في العالم هي العوده الى الشكل الطبيعي. يعني انا مش عايزه اغير في شكلي، ما اغيرش في ملامحي كتير، اشوف المقاييس وشي مناسبه لبعضها ولا لا، او صورتي وهي مثلا قبل بعشر سنين هو ده الشكل الطبيعي. ايه الدفول الجديد اللي حصل بس اصلحه؟ بس انما بس الشكل بقى اللي هو الوش بيبقى منفخ وانفخ هنا وانفخ شفايف ده شكل وحش. انا عن نفسي برفض الكلام ده عندي. لان هي هتبقى بالعكس، ده هتبقى باد امبريشن، يعني هيبقى انطباع غلط عن ان الدكتوره هي الدكتوره هي اللي بتعمل الحاجات دي. كل الناس اللي عندها شكل بعض، لو نلاحظ في بلاد عربيه فيها الناس كلها شكل بعض، لانهم بيستخدموا تكنيك معين لكل الناس. الجمال هو ان احنا نرجع للطبيعه. في دلوقتي عندنا حاجه كمان مهمه جدا اسمها انتي ايجينج، ان انا اكافح الشيخوخه من سن قبل ما تهجم، قبل ما تبدا بالاكل يا نانسي، بسيستم الحياه، بالكريمز قبل ما تبدا. طيب نبتدي بالاكل. مضادات الاكسده حاجه مهمه جدا لازم نعلمها لاولادنا من واحنا صغيرين. يعني مضادات الاكسده دي موجوده في الحاجات اللي فيها الوان طبيعيه زي الفلفل الاصفر، الفلفل الاحمر، زيت الصويا، الصويا صوص، زي التفاح الاخضر، الشيري توميتو، الطماطم الصغيره، الحاجات دي كلها اكتشفوا ان لو تاكلي من الحاجات دي كل يوم ثمره لمده اسبوعين بيفتح درجه جسمك درجتين. فعلا بينقي الخلايا. احنا بنلاحظ ان دلوقتي موضوع الزهايمر والنسيان بقى في الصغيرين. صحيح. من التلوث ومن كل ده، البنات صغيره بتيجي شعرها واقع. مظبوط. بيجي عندها اماكن غامقه في جسمها، مامتها تقول لي انا ما كنتش كده. احنا لازم نرجع للطبيعه في الاكل. كل يوم السلطه، طبق السلطه، طبق الخضار، دي حاجه مهمه جدا مش بس للبعد ال 30 للبنات الصغيره.
نبتدي الفاست فود والكلام ده طبعا يقل جدا. الدهون انا بكتشف ان بنات بعملها تحليل في العشرينات بلاقي نسبه الدهون مرتفعه جدا جدا من الفاست فود. من الفاست فود طبعا، فدي بتدمر لي بشرتها وبتوقع شعرها. ليه؟ لان هي بتترسب على جدار الاوعيه الدمويه، تلاقي الغذاء ما بيوصلش كويس. تلاقي البنت عندها سيلوليت وهي لسه صغيره. مظبوط. والسيلوليت ده من اصعب الحاجات اللي بتواجه الدكتور. فانا عايزه ابتدي بسيستم حياه، في الاكل، في الشاور اللي بتاخده، في الرياضه، ممارسه الرياضه، النوم 8 ساعات. انا بقى طبعا الناس بتقعد على الانترنت والبنات، لا هو كمان دلوقتي الناس بتنام بالنهار وبتسهر بالليل، في حاجه عندنا ده بيعمل خلل طبعا في هرمونات الجسم وفي الخلايا. طبعا اسمها سيركيديان ريزم. الكورتيزون ليفل بيتفرز الصبح بعد 8 ساعات نوم. حتى ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا. صحيح. فليه؟ لان ربنا ما عملش اي حاجه غير لما بيحافظ بيها علينا. حتى لما حرم بعض الاكلات واتضح بعد كده ان فيها مشاكل. ايفن حتى التاتو. التاتو ده كلنا سمعنا ان التاتو حرام، ما حدش عارف ان في المانيا السنه دي اكتشفوا ان التاتو ان انا اشيل التاتو بيسبب ترسب في الكلى، فشل كلام. لا منعوا. كلام جديد يا دكتوره، اكدي عليه. التاتو الناس اللي بتعمل احنا كده، لا بتيجي بنات كتير تقولي دكتور انا عايزه اعمل تاتو في حواجبي، اغير شكل حواجبي. اولا طبيا لا، مش بس تغير شكل حواجبها، تنسق. مش لازم تغيير، انا قصدي فكره التاتو نفسها طبيا دلوقتي بقت ضاره جدا جدا، فعلاً بتسبب فشل كلوي باي مواد، باي مواد. دلوقتي التاتو اتجرم في المانيا. الكلام ده على مسؤوليه حضرتك. على مسؤوليتي طبعا. طيب تمام. ثانيا التاتو هيعمل لي مشكله تانية تجميليه ممكن اقولها للناس. اتفضلي. انا كل ما بكبر 10 سنين الجفن بتاعي بينزل 1 ملي. مظبوط. فانا محتاجه اظبط التاتو ده كل شويه، هظبطه كل 10 سنين هرفعه. هترجعي تاني تحطي المواد في الجسم؟ احط مواد في جزء تاني، هيبقى عندي شكل وحش قوي، لان هما بيشيلوا التاتو بالابيض او حتى بالليزر ما بيتشالش 100%، واحط فوقيه 1 و2 و3 لان انا شكل حاجبي بيختلف. طب انا ليه ما استخدمش الفرشه؟ في فرش جديده للحواجب دي كويسه قوي، وباودر، وترسم اللي هي عايزاه. ايوه بس هو دلوقتي احنا في رتم وعصر سريع، اسهل الناس اسهل، هيوديني في مشاكل اصعب كتير. تمام. ده مهم جدا ان احنا نوضحه للناس يعني طبعا، يعني حتى شيل التاتو، احنا يهمنا صحه الناس، يهمنا صحه، ما يهمناش حد طبعا. فده مهم قوي لان احنا كدكاتره هنتحاسب على صحه الناس. ممكن هي تروح لاي مثلا كوافير هو عملها حاجه كويسه بس مش هتحاسب على صحتها، فاحنا لازم نقول لهم الصح. تمام. طيب دلوقتي خلينا نتكلم عن احدث الاساليب بقى للنضاره وللتجاعيد احنا بنتكلم بقى في الباتكس والفيلينج والخيوط وهنتكلم كمان مرورا بالخيوط الذهبيه. تحب تبداي بايه للناس؟ احب ابتدي حسب السن. طيب لو انا عندي البنوته قبل ال 30، من سن ال 18 لل 30 هعالج المشاكل اللي عندها. في الغالب ده بيبقى فيه مشكله في الدهون شويه، بيبقى فيه حتى ممكن حبوب تطلع لها بس ايام الدوره، فلازم هتاخد كريم عنايه ليل ونهار وكلينزر منظف كويس غير بتاع صاحبتها المناسب لبشرتها والسان بلوك. بيبتدي البنات دلوقتي تعاني من تجاعيد صغيره تحت العين. مظبوط. تيجي تقول لي يا دكتور عندي تجاعيد صغيره او هالات سودا ودي مضايقاني، او حفر جدا. او حفر طبعا. طبعا انا عايزه اقول لك ان التجاعيد الصغيره دي نتيجه طريقه ازاله الميك اب بتاعتها. ان البنات هم بيشيلوا الكحل بيدعكوا تحت عينيهم، فيبتدي الجلد رقيق في المنطقه دي جدا، وفي وحساس دهون جدا، وفي دهون بسيطه اول ما بتمتص او اول ما بتبتدي تخس يبتدي التجاعيد تظهر لها، ودي بتبقى العين دي حاجة مهمة جدا جدا، دي أول رؤية مراية الوش. طبعا كلنا بنبص لعينينا، فمن طريقة إزالة الميك اب لازم تشيل الميك اب كويس قوي، لأن الرصاص اللي موجود فيه بيسبب هالات سودة بعد كده. لما أجي أشيل أو أحط كريم تحت العين يبقى بالتابنج، أضغط ما أحكش رايح جاي تحت العين. لو في أي التهابات ممكن يبقى بتستخدم ميك اب كويس جدا وعندها منه حساسيه بيعمل لها التهاب، ده هيعمل تجاعيد. لو الموضوع تطور هتسال دكتور، في كريمات كويسه جدا دلوقتي المرحله دي. لو الموضوع زايد قوي والكريم ما جابش نتيجه، طبعا الجروس فاكتور دي من العوامل الكويسه. لا ده دي لوحدها، دي عايزه لها هنفرد لها وقت خاص بيها لانها شيء مهم جدا وحديث. أيوة. نكمل بقى من بعد السن من ده، من بعد ال 30
طبعا هنبتدي بقى نلاقي فيه تغيرات شويه، تجاعيد حول العين، حاجه اسمها النيزوليبيا هنا في المنطقه دي بدات تظهر. دي بنعمل لها فيلينج، ده الفيلينج ده بيبقى هايلورونيك اسيد، حاجات زي اللي موجوده في الركبه والكوع. يعني لسه موجود الهايلورونيك اسيد، مفيش جديد عليه طرق. هو ده طبعا هو ده لسه احدث حاجه. بالعكس، الناس اللي بتقول انا عايزه احقن كان في حاجه اسمها كولاجين، وده كان بيقعد فترات اكتر من 5 لـ6 سنين، دي بتسبب كوارث، بتعمل خراريج. كل ما يبقى الهيالورونيك اسيد بيروح والجسم بيتعرف عليه بيقعد سنه ويروح، يبقى ده حاجه ناتشرال زي اللي موجوده في الجسم، الجسم بيمتصها، يبقى ده امان. طب والدكاتره اللي بتقول اسحب من جسمك واحط في وشك؟ انا ما بوافقش على حقن الدهون دوت. أيوة. في الوش ليه؟ لان طبعا انا مثلا سحبت من البطن او من الظهر، ده منطقه دهون عليها ماركر غير اللي موجوده في الوش، بتسبب تورمات لفتره 2 أسبوع 3 أسبوع، يبقى الوش منفخ جدا. مظبوط. بعد ما بينزل بعد كده بيبان بقى تجاعيد، لان الوش اتنفخ زي ورجع الورم. نزل مره واحده زي البالونه. وثانيا لما هتيجي تروح بعد سنه بينزل هنا. الفيلر لما بيروح بينزل كده زي ما كان. يبقى هو الماده دي طبعا هايلورونيك اسيد او الفيلر. الفيلر طبعا كل ما الانواع تبقى انواع لازم اسال دكتور، ولازم يبقى معايا الباتش او العلبه، علشان انا بعد كده ممكن اروح لدكتور تاني او الدكتور ينسى، لازم نفس النوع هو اللي يتحقن دايما. تمام. في ناس ساعات بتدور ان اصل هنا ارخص من هنا، اتاكدي من النوع، ما تاكديش من الفلوس. دي كام؟ اهم حاجه النوع، الماده دي، لان في مواد بتسبب سرطانات بتبقى اسعارها رخيصه. إيه انا لو مش هقدر اعمل الحاجه الصح يبقى ما اعملش. مظبوط. وحافظ على صحتي اكيد. طيب نتكلم لاعلى من كده بقى، هنتكلم بقى دلوقتي عن تقنيه الخيوط اللي يعني عامله اللي مجننه الناس. نفسي اللي هي بتغني عن عمليات الشد اللي هي الليفتنج. امتى بقى بنعمل الشد؟ بعد الـ50 والـ60. ليه ناس كتير في الاربعينات وتيجي تقولي هو انا محتاجه خيوط؟ لا، انا عايزه الناس دي تفهم ان الخيوط دي هم عاملين لها بروباجندا جامده جدا. بس انا لو اقدر احل بالبوتوكس والفيلر، في انواع من الفيلر بتعمل ليفتنج في طريقه الحقن، يعني انا بحقن كاني ببين خيوط. تمام. من غير ما ادخل في اريا الخيوط. الخيوط دي زي ما انت بتقولي صح يا نانسي، للناس اللي كانت المفروض تعمل شد وش، يعني من اول بعد الـ55. طب في ناس بعد الـ55 ويعني ممكن تلاقي بشرتهم مش محتاجه شد. طبعا. يعني ممكن تقول طبعا لهم مثلا لا انت ممكن تعملي، انا عندي ناس في الـ70 بيعملوا فيلر. ما انا لا مش بس فيلر، ممكن وحتى خيوط مش محتاجين، بس مش شد شد. يعني مش شد ليه؟ لان الشد دلوقتي بقى لازم هتقعدي في البيت 2 أسبوع، دي عمليه وبيتقطع حوالين الودان وبيتشد تحت العين. الا مين الناس بقى اللي اكيد اكيد هيحتاجوا شد؟ الناس اللي كانوا عاملين حقن دهون في فترات كتير في حياتهم ووشهم بقى يتهدل جامد. حقن دهون تقصدي حقن دهون ايه؟ نوع الدهون يعني؟ الدهون بتاعتهم وبيحقنوا اللي هي اخدوا دهون من جسمهم وحقنوا وشهم مره واثنين وثلاثه، علشان نوضح للناس. مش اللي عملوا فيلنج عادي، لا اللي كانوا متعودين ان هم بيشتغلوا بحقن الدهون. طبعا حقن الدهون اوفر من الفيلم، بس انا قلت مشاكله هتبقى ايه. ثانيا مشاكل. ثانيا هتوصلك في الاخر لشد الوش برضو، لان الجلد تهدل جامد، شد الوش بيحتاج تقصي. طب تصدقي يا دكتوره بقى انه في ناس بتقول انه موضوع عمليات شد الوش والليفتنج دلوقتي شبه اصبح هيندثر من بعد ثوره الخيوط؟ طبعا، لان الخيوط دلوقتي انواع كمان، في انواع الخيوط الذهبيه دي نوع بسيط جدا، وفي نوع اللي هو بيشد مثلا لو واحده وشها مترهل لحد 60-70%، في واحده وشها مترهل 80%. ده بيبقى شد خيوط بيطلع من الشعر الخيط وبيشد لمده 3 سنين. يعني حسب طبعا حسب حاجه. في شد الصدر بالخيوط، في شد الباتوكس الخلفيه بالخيوط. ايه ده كمان؟ ممكن الجسم؟ الجسم كمان، في الايدين، الناس اللي بتخس وايديها تبقى مترهله، في شد الخيوط، لان دلوقتي الناس كل العمليات الجراحيه حتى لو بالتجميل بتسيب خط. وكل الناس مش قابله ان يبقى الخط ده موجود في جسمها. عشان كده هو دخلوا في منطقه الليزر وده وده. طب ما انا امنع ده من الاول وابتدي اشتغل بالخيوط. ابتدي اشتغل مثلا الناس اللي هي كانت بتعمل عمليات شفط والكلام ده، دلوقتي الشفط بقى بالليزر فبقى بيشد طبعا، فبيخلي النتيجه احسن. طيب رائع.
أنا عايزة بس أنتهز الدقائق المتبقية، وكلامك شيق يا دكتورة منى جدا، وفي حاجات كتير قلتيها على مسؤولية حضرتك، ومهم جدا أنك تحذري وتنبهي الناس على مخاطر والسايد إفكتس اللي ممكن تبقى المجموعة من الحاجات الغلط واللي بتحصل غلط والناس بتعملها غلط، من ضمنها التاتو. عايزين نتكلم عن إزالة الشعر بالليزر. أحدث حاجة إيه دلوقتي؟ وإيه الفرق بين الليزر السخن والليزر البارد؟ هو دلوقتي احدث انواع الليزر ده برضو على حسب الشعر. لو انا بنتي شعرها تقيل او انا شعري اسود وتخين، احدث حاجه الدايود. الدايود ليزر. دايود. دلوقتي البنات بقوا فاهمين انواع الليزر. الدايود ده بيستجيب للبشره السمراء اللي هي في المنطقه بتاعتنا والشعر الاسود. في ليزر تاني بنسميه الكسندرايت، او ده الليزر الاقوى، بس ده محتاج بشره بيضه وشعر خفيف اكتر. يبقى الدكتور اللي يحدد انت هينفع معاكي النوع ده. الصح دلوقتي ايه بقى يا نانسي؟ ان انا ببتدي بنشتغل بجهازين مش جهاز واحد. ببتدي بالدايود لحد ما الشعره بتخف معايا، وبعد كده بدخلها على الالكس. دي بقى السنترز المتقدمه في العالم. تمام، مش يبقى هو جهاز واحد بيشتغل بيه على كل الناس. يعني انا بتكلم بقول الكلام ده ليه؟ لانه في شركات بتعرض اجهزه لازاله الشعر وبتقول يلا اشتروا الجهاز ده في البيت. في إزالة شعر في البيت دي بتعمل مشكلة جامدة جدا. أنا عايزة أقولك إن الليزر ده له طول موجي بيأثر على العين، فهم بيعملوا له نظارات خاصة. تمن النظارة دي بيتراوح من 3 ل 4000 جنيه. إزاي جهاز الليزر بيتباع في البيت بيتباع بنظاراته بنفس التمن ده؟ ده هيبقى عندنا مشاكل بعد كده بتأثر على العين. الليزر لازم يتعمل ولازم دكتور اللي يعمله وتحت اشراف. ما ينفعش حد يروح يشتري جهاز ليزر ويقول خلاص انا هريح نفسي واعمل ده في البيت. ممكن يعمل مشكله اقرب. في ناس الليزر بيسبب لها شعر ازيد، فالدكتور بيشوف دوت بيحولها على جهاز تاني. انت لو حصل كده في البيت هتبقى مشكله كبيره جدا. طبعًا. الشعر بيزيد طبعا اكيد. طيب الناس اللي بتخضع للليزر بعد كده يتعاملوا مع شعرهم ازاي؟ يعني مثلا لو طلع شعر زياده قبل ما يكملوا الجلسات، هيشيلوه بالشيفنج ولا هيشيلوه لازم ازاي؟ شيفنج. وقبل اول جلسه في محاذير، ما تكونش واخده تان عشان شيفينج، يعني اللي هي المكنه الموس. ايوه، مش المكن اللي بالملاقيط. بالظبط، ما تكونش واخده تان. واحده ما تجيش من المصيف تاني اسبوع تقول انا هعمل ليزر، حتى لو دي الجلسه الخامسه ليها، هيبقى وهيحرق في جسمها. لازم تبقى على الاقل من اسبوعين لثلاثه بعد اخر تان اخدته. تان يعني ايه؟ ممكن واحده تقول لي ما انا محجبه يا دكتور ما كنتش مبينه ايدي. لا، ده تاني. مادام قعدتي في الشمس وتعرضتي للشمس، الشمس بتخترق الملابس. فطبعا الدكتور بيبقى واخد باله من كده، بيبقى واخد باله من لون بشرتك. ممكن واحده قوي تبقى عامله الجلسه جسمها كله ايديها تبقع رجليها ما تبقع، دي مشكلتها علشان هي واخده تاني ما قالتش للدكتور. بعد كده لما هتعمل الليزر، مش معنى كده ازاله الليزر ده مش ازاله للعمر كله. تمام، ده كل 6 شهور لازم بتعمل جلسه بعد كده. ده جميل. الحقيقه يا دكتوره احنا يعني الحقيقه ساعدنا اكيد الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا على حضرتك دلوقتي، سمعوا معلومات جديده وسمعوا حاجات مهمه جدا، واكيد هتنفعهم وهتفيدهم وهتغير ثقافات وافكار عندهم موجوده لفتره طويله جدا. دايما انتظروا الدكتوره منى السبع، الحقيقه دايما بيبقى عندها الجديد ودايما هيبقى عندها الشيق والمثير. انا بشكرك جدا يا دكتوره منى سبع، استشاري الجلديه والتجميل، عضو الاكاديميه الامريكيه والاوروبيه للتجميل، عضو الجمعيه المصريه للأمراض الجلدية، ونشوفك إن شاء الله في وقفات قادمة تقدمي فيها جديد للسادة المشاهدين. ودايما تابعوا طبيب اليوم، ما تروحوش في أي حتة.